سنة مرت بكل ما فيها من تحديات، سنة مرت بكل ما فيها من صعوبات، وما زالت أطفال ومواهب تقدم المزيد لجمهورها الكبير والمميز في كل مكان. الآن حفل السنوية العاشرة للقناة، قناة أطفال ومواهب الفضائية. الموقع مهرجان بيش للتسوق والترفيه بعد دوار المجديرة. سنحتفل معكم بعون الله في يوم الجمعة الذي وافق 27 شعبان 9 أبريل، علما بأن الدخول حسب المقاعد المحدودة والمتوفرة. يرجى الحضور مبكرا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. نسعد بحضوركم جمهورنا.